الو. اهلا سناء. اهلا ملكة. يا رب بس عليك. الحمد لله. الله يبارك لك. لاباس. بارك الله فيك ملكة. مرحبا. غاديو. مرحبا بسلامك. مستمعات كاملين والتعازي الحار الامهات اللي مساكن مشاو لهم وليداتهم الله يعطيهم الصبر. الله يصبرهم ان شاء الله. اليوم ان شاء الله عندي بزاف ديال اقتراحات للسيدات ولكن ما بقاش الوقت. غادي نعطيكم غير واحد الحرشه ولا بقى الحال نعطيكم واحد الكيكه مازال. هذه يلاه جربت هذا الاسبوع وكنشكر بزاف عزيزه مراشديه لان عطيتها لها وعجبتها وقلت نعطيها مستمعات ان شاء الله. هذه الحرشه. الو سناء. اييه تفضلي. الحرشه بالسميده والدقيق ديال الذره. اييه. لان جات رائعه وزوينه. واخا. ان شاء الله فيها زلافه ديال الدقيق ديال الذره. كنجيبوه كنغربلوه. وزلافه ديال السميده رقيقه. واحد الخميره الحلوه. الخميره تاع الدار شويه. الخميره تاع الدار. كاس تاع الزيت. شويه ديال الملحه. واحد الفاني. جوج كيسان ديال الحليب. وفي الاخر نزيد واحد الكاس ديال الماء. نعاود مقادير. زلافه ديال الدقيق ديال الذره وزلافه السميده رقيقه وواحد الخميره الحلوه والخميره تاع الدار وكاس تاع الزيت شويه ديال الملحه وواحد الفاني وجوج كيسان ديال الحليب وكاس ديال الماء. كناخذوا السميده مع الذره كنخلطوهم وكنزيدوا الزيت والملحه والفاني وكنبداو نبتو صغير بيدينا ما نديرش خلاط كهربائي. يعني كتخلط غير باليد. كنخلطو هادشي وكنزيدو الحليب ملي كنخلطوه كنزيدو الماء راه كتجي بحال كتبقى تربي بحال كتربي البغرير. اييه يدي خصها تكون خفيفه ونخليو الخميره ديال الحلوه هي الاخرى. ونبقاو كنطربو الى جاتنا شويه ثقيله نزيدو الماء ما كاين حتى مشكل. كنزيدو داك الماء وكنطربوها بيدينا مزيان وتكون خفيفه راه الا كانت ثقيله راه ما غاتجيش زوينه. وكندهنوا المول ديالنا مزيان ونديروا ليه الدقيق وندخلوها الفران وراه كتجي طالعه وكتجي رائعه. اييه كنتمنى المستمعات يجربوها. اكيد ان شاء الله غادي يجربوها. يعطيك الصحه. باقي الحال نعطيك الدجاج لان طلبات مني نجات وكيك ان شاء الله حتى الاسبوع الجاي. واخا ان شاء الله. هادو هما الاقتراحات اللي درت هذا الاسبوع. الدجاج بغاتو نجات من اكادير بغاتو بالبصله غناخذوا الدجاج ديالنا السيده دابا كلشي كيعرفوا يغسلوا داكشي يقطعوه هذا الدجاج مقطع. كنقطعوه ونخليوه كناخذوا الشرموله كندير واحد المعلقه ديال المطار وشويه ديال الملحه والبزار سكنجبير وشويه ديال الزعتر ما نكثروش غير شويه والثومه محكوكه والعصير ديال الحامض والزيت البلديه وشويه ديال الهريسه. نعاود المكونات. معلقه ديال المعطاد وشويه ديال الملحه والبزار سكنجبير شويه ديال الزعتر غير عشق صغيره والثومه محكوكه باش ما كثروا الثومه والعصير تاع الحامض كيجي الدجاج كيجي زوين. الثومه محكوكه وعصير ديال الحامض والزيت تاع الزيت البلديه والهريسه. كنخلطوا المكونات كلهم كناخذوا داك الدجاج ديالنا دوك الفخيضات كنفلحوهم كنفلحوه مزيان وكنخلطوا مزيان هاد المكونات مزيان ونخليوه يباس. خلطوا ضروري يباس الدجاج. الصباح كناخذوا نجبدوه وكناخذوا البصله ديالنا كنقطعوا شويه تكون رقاق وكنفرشوهم لي عاد كنحطوا داك الدجاج ديالنا وكنزيدوا ليه ثاني واحد شويه ديال الزيت وكندخلوا الفران وعلى العافيه تكون شويه مهيله. الا بغات ديروا كما كنت عطيت في باماغي ديروا. انا كنت جربته انا في باماغي وجا زوين. هو جا مزيان. اي جا زوين انا جربته وجا رائع وكيجي ناشف وديك البصله كتاخذ ديك الضغميره ديالو وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. للاسف ما بقاش لنا الوقت. واحد التحيه. اييه تفضلي. تحيه للزوج ديالي ابراهيم وولدي حمزه كنقول لهم طريق السلامه لانه يلاه خرجوا مسافرين. الله يوصلهم على خير ان شاء الله. الله يوفقكم على خير ويجيبكم على خير. تحيه لعائله الزوج ديالي ايتي وصيف والاب ديالي وامي واختي وكلشي العائله كلها والصديقات ديالي ولي كاسانه سلامي حار. بارك الله فيك. مرحبا بسلام. ونسيت ما قلت لك واحد السلام واحد السيده من اكادير غير البارح فاطمه الزهراء كتسلم عليك بزاف. تحياتنا لفاطمه الزهراء باكادير. كنسى والله الا نسيت قالت لي قول لهم الله يرحم والديهم يعطوني شويه شليط ان شاء الله. الشليطات قالت لك ديال الصيف. وكنسلم على الطاقم وعلى سميحه وعلى كل شيء. مرحبا بسلامك. الله يعطيك الخير. شكرا لك بزاف على تواصلك معنا.